فيكي. بداية دكتورة سارة، خلينا نتعرف على اللجنة السعودية للكيو كوشن، متى بدأت وكمان كيف انطلقت؟ بداية تأسست اللجنة السعودية للكيو كوشن بقرار من اللجنة الأولمبية العربية السعودية في السنة الماضية في رمضان، بالتحديد يوم 13، بعد ما سعى حقيقة رئيس اللجنة السعودية للكيوكوشن الأستاذ عبد الرحيم الشهري مع فريق من مدربين ولاعبين الكيوكوشن كاراتيه في إنشاء ملف يشمل تعريف باللعبة وأبرز يعني المميزات اللي في هذه اللعبة، بالإضافة لأن جمعوا عدد من اللاعبين اللي يلعبوا هذه اللعبة يعني في مختلف أنحاء المملكة. أتقدم هذا الملف لسمو الملكي وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي، والحمد لله تمت الموافقة وتم إنشاء اللجنة في رمضان العام الماضي. جميل جدا. سارة، نعرف انه لعبة الكيو كوشن تعتبر من الفنون القتالية، لكن حابين نتعرف معك اليوم ايش الفرق اللي بيكون بينها وبين العاب الفنون القتالية الاخرى؟ لعبة الكيو كوشن تعتمد على الالتحام الكامل، بيكون فيها التحام كامل، هي تعتبر من اقوى فنون القتال والدفاع عن النفس على مستوى العالم، بتستخدم كلعبة يعد بها اليابان جيشو، هذا يعني يدل على قوة لعبة الكيو كوشن. هي تعتمد على الالتحام الكامل والمباشر مع الخصم، يستخدم فيها اليدين والرجلين بشكل متساوي تقريبا، تحتاج لياقة عالية، تحتاج مرونة عالية، تحتاج قوة تحمل وتحتاج قوة عضلية.